هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وفي حالة من الاحتفاء في الصحف العالمية في ختام العام بما حققته مصر خلال عام 2023 على المستوى السياحي والأثري، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير واللي اعتبرته الفاينانشال تايمز تحفة معمارية بينتظرها العالم أو بينتظر العالم افتتاحها. احنا في صحف دولية تناولت هذا الموضوع، خلينا نشوف التناول لحصاد العام وأبرز الاكتشافات الأثرية والمعارض الفنية مع الكاتب الصحفي أستاذ محمد عز الدين مدير تحرير الأهرام. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. خلينا نبتدي بتقرير الفاينانشال تايمز البريطانية حول المتحف المصري الكبير، ازاي سلطت الضوء على تضافر جهود الدولة لاكتمال بناء المتحف وافتتاحه في أقرب وقت؟ الحقيقه الفاينانشال تايمز عامله تقرير جميل جدا طعم بالصور وفيه معلومات حقيقي مفيده. اتكلموا على كنوز، العنوان بتاعه بيتكلم على ان كنوز مصر القديمه بتستقطب اعداد كبيره من الناس في متحف القاهره المتحف الكبير. واتكلموا على العرض اللي موجود لتمثال رمسيس الثاني والدرج اللي عليه مجموعة كبيرة من ملوك وملكات مصر، والحقيقة يعني التناول بتاعهم وطريقة الاهتمام بتدل على أن الحضارة المصرية ما زالت بتجتذب اهتمام العالم، وأن في ترقب حقيقي للحدث اللي بيعتبروه من هيكون من أكبر الأحداث في السنة الجديدة إن شاء الله 2024. واتكلموا كمان تقرير الفاينانشال تايمز اتكلم على التصميم بتاع المتحف وإزاي في قاعات فيها تبريد طبيعي وفيها تكنولوجيا أيضا للإضاءة، واتكلموا أيضا على التكاليف اللي كاتبين ان هي وصلت لمليار و200 مليون دولار، واتكلموا على اهميه صناعه السياحه في مصر وان مصر هي البلد السياحيه الاولى في العالم. بالطبع ايضا اتكلموا على ان المتحف الكبير يعد من اكبر المتاحف في العالم اللي مخصصه لحضاره واحده، وانه هيكون في اكثر من 100,000 قطعه اثريه فرعونيه من مختلف العصور والاسر اللي تعاقبت على حكم مصر في السنوات الالاف السنوات اللي مضت. الحقيقه ان برضه من عرضوا التكوين بتاع المتحف اللي هو مكون من 12 صاله عرض وتتناول كل العصور اللي هي قبل التاريخ وحتى نهايه العصر الروماني، وفي التريجرز او اللي هي الكنوز بقى اللي هي الحاجات النادره او التي لا يوجد لها مثيل في العالم. جزء مهم جدا يا استاذ محمد، برضو قاعه اللي هي توت عنخ امون طبعا بتحوي اكثر من 5600 قطعه في معرضين، ودول هيكونوا بقى اللي هم عليهم اعين العالم هتتجه ليهم. طبعا المعروضات بتشمل اللي هي كل المقتنيات الذهبية اللي هي التوابيت والعربات والمجوهرات، مجوهرات في قطع جديدة لم تعرض من قبل، وصنادل جلدية. يعني تخيلي حضرتك جمال الحضارة المصرية والفن العريق اللي موجود من آلاف السنوات قبل ما تبدأ ودي الحضارات، ودي أستاذ محمد كمان مش الإشادة الأولى، يعني دي من الصعب إن هي يعني تتصنع حاليا. فده اعتقد برضو انه هيكون من بالاضافه لبعض المقتنيات والملابس هيكون برضو عليه اهتمام كبير جدا. طبعا اتكلمت برضو تقرير الفاينانشال تايمز اتكلم على المجتمعات القديمه اللي موجوده، طريقه اداره الحكم في مصر من واقع البرديات و الحاجات اللي سابها اجدادنا الفراعنه. عظيم، كل هذه المحتويات يا استاذ محمد ده يعتبر نوع من الدعايه ومهم جدا انه يحصل من فاينانشال تايمز. واحنا كمان انا عايز بس اقول لحضرتك انه كمان من اهم
المشروعات العالمية بكل تأكيد طبعا هترجع، مش هترجع مصر، هتحط مصر في المقدمة مرة أخرى رغم الأحداث الدولية، وده متوقع أن يكون في ملوك ورؤساء العالم في الافتتاح إن شاء الله. وبرضو الفترة اللي هو الافتتاح التجريبي اللي فات ده برضو وبعض الأحداث اللي اتعملت دي ساهمت بشكل كبير قوي أن الناس تتعرف وانبهروا من اولا من الحجم والتصميم والموقع والتجميع الكبير جدا. احنا كان عندنا مشكله في الماضي مصر، يعني بعض التقديرات بتقول ان تلت اثار العالم فيها سواء المعروضه او غير المعروضه، ولكن كان في مشكله ان احنا نظهر للعالم الحضاره المصريه. الحقيقه في السنوات الاخيره وتحديدا من بعد ثوره 30 يونيو كان احد المكونات الاساسيه في التنمية اللي هي الهوية المصرية، الهوية المصرية وإظهار الحضارة المصرية، ودي اهتم بيها شخصيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشفنا في أكثر من مناسبة سواء سياحية أو تاريخية شفنا الموكب، موكب الملكات. الحقيقة كان فيه اهتمام كبير جدا من الدولة وتوجيهات رئاسية بالاهتمام بمقومات الشخصية المصرية والحضارة المصرية، بالإضافة للبعد الاقتصادي المهم جدا السياحة. ونتوقع ان يكون مع الـ 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 الحجم الكبير للاهتمام والانجازات المتعلقه بتطوير القطاع السياحي في مصر والاماكن السياحيه، وعندنا تطوير الاهرامات ده هيبقى يعني نقله جديده وتغير الصوره النمطيه اللي كانت موجوده عن السياحة في مصر، على الرغم من الأعداد في تزايد مستمر والاهتمام لا ينقطع. وأحد أهم المقاصد السياحية CNN قالت أن أهم مقصد سياحي الأول في العالم هو الأهرامات. طب خلينا نتحول من CNN لفرانس 24 أو فرانس 24 اللي نشرت تقرير عن حصاد 2023، وقالت فيه أن رغم المآسي اللي خلفتها الحروب والكوارث الطبيعية والمناخية اللي حصلت في 2023 إلا أنه لا يمكن تجاهل بعض الأحداث الإيجابية اللي تخللتها. فرانس 24 استعرضت من أرشيفها أبرز الأحداث دي اللي كان منها أيضا اكتشافات أثرية. بكل تأكيد كان عام على الرغم من الـ الأحداث الغير إيجابية واللي بتصل أحيانا يعني حاجات إنسانية صعبة، إلا أن العام بالفعل كان فيه ما كانش سيء بالكامل، وكان فيه العديد من الاكتشافات العلمية. ويعني على الرغم من وجود الاسعار وارتفاع واختلال سلاسل التوريد، الا ان كان في تغير في بعض القطاعات، وايضا اسهمت الاكتشافات الحديثه دي اسهمت في وجود تغير نوعي في الثقافه العالميه. الحقيقه ان انا شفت التقرير اللي هو بتاع التقرير الفرنسي، وتحديدا هم اهتموا بالرحلات او بالثقافه المصريه المتعلقه ما بين الاهرامات وعلاقتها في تاثيرها في شعوب العالم والثقافه العالميه. يمكن ده تقرير اخر تحت عنوان اخر في نفس الموقع، كان في تقرير بيتكلم فعلا عن الفنون المعاصره والاهرامات ورحله الى وسط البلد، كل ده كان بيتكلم عن دور الفنون في الترويج للاثار. بكل تاكيد الحقيقه ان المعارض اللي اقيمت، في معرض اقيم مؤخرا وجمع اكثر من 100 فنان عالمي عند سفح الاهرامات من مختلف دول العالم، وكان احد الفنانات اللي كانت عرض لهم الفيديو عامله ساعه شمسيه مصنوعه بالكامل من منتجات وزجاج من الارض المصريه، وبتوضح برضو ساعات النهار. الحقيقه ان الساعه دي المصريين القدماء عملوها بشكل يعني العلم عاجز لغايه دلوقتي عنه، خاصه في بعض الاحداث السنويه اللي بتتوافق مع اعياد الميلاد او التنصيب لملوك مصر
لملوك مصر القديمة، بنشوف حضارة ونسب من التصنيع من الصعب ان تتكرر دلوقتي حتى باستخدام الليزر او بالادوات الحديثه، وده بيشير لمدى التطور العلمي الكبير واللي كان اجدادنا الفراعنه بيعيشوا فيه وبيتقدموا فيه على العالم. برضو من تقرير السلفتني ان هو توجه لمنطقه وسط البلد اللي طبعا ليها اهميه كبيره جدا في التراث والثقافه المصريه، سواء بانها المعارض اللي اتعملت او تتعمل فيها او الاحداث الثقافيه والفنيه وعروض الكتب، بالاضافه للتجمعات الشبابيه الكبيره والاهتمام بتوفير جو كرنفالي الحقيقه مع مشروع تطوير القاهره القديمة والقاهرة الإسلامية. الحقيقة أن المنطقة اللي دخلت فيها مشروعات التطوير واللي أيضا كانت بتوجيهات رئاسية ضمن منظومة التنمية، تنمية النسق الحضاري المصري واستعادة الهوية البصرية ورفع كفاءة المنشآت اللي تدخل في قطاع الآثار، الحقيقة إن الشكل الجديد لوسط البلد بالإضافة مع المشاريع الأخرى التنموية اللي هي والحقيقة نحن عندنا الكثير من المقومات وشغالين وبنستغل هذه المقومات لاستغلال الأمثل، ودليل على ده الإشادات زي ما كنا بنشوف الإشادة من فاينانشال تايمز بالمتحف المصري الكبير. قبلها بشهرين بالظبط كان في إشادة مهمة جدا من بنك جي بي مورجان الأمريكي، بيطبع كده في آخر كل سنة كتيب بيوزعه على العملاء المميزين، فكان بينصح عملائه بزيارة مصر وتحديدا المتحف المصري الكبير. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عز الدين مدير تحرير الأهرام.